لست بشاعر من أحرف أروي علها تشفي. باسم الحزب اليوم نشارك ونمر في منعطف تاريخي هام جدا، المنعطف التاريخي الذي أسس بنيات الحرية، بناء الحرية ونواة الحرية ونواة الكرامة للدفاع عن الشعوب أجمع. أيها الأخوة، هناك أشياء كثيرة مهمة نريد أن نمر عليها أو نمر لذكرها. أهم شيء هي وحدة الصف بين الشعوب ووحدة الكلمة ووحدة النضال. النضال سبب وأهم سبب هي للوصول إلى الحرية وحرية الشعوب. في إقليم الجزيرة نبارك الذكرى الثامنة لاندلاع ثورة 19 تموز، ونخص بالذكر هنا أمهات الشهداء اللواتي قدمنا في لذات أكبادهن في سبيل أن ننعم بعيش وسلام. كما إننا نهنئ ونبارك جميع الحضور بهذا اليوم أو بثورة 19 تموز التي كانت صاحبة مكتسبات كثيرة وكانت بداية لتحديد ملامح الحل في سوريا بأجمعه. وبهذه المناسبة نستذكر جميع شهداء الحرية الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل أن ننعم ونعيش بخير وسلام. الثورة التي بدأت شرارتها من كوباني بمشاركة وريادة دور المرأة وقوى المجتمع عام 2012، ومن ثم انتشرت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا وباتت لها صدى في العالم أجمع نتيجة جملة من سياسات الإنكار والقمع ووجود تراكمات واحتقان شعبي كبير. مشكر.